آخر. الحين ننتقل لموضوع يتكلم عن مبادرة كتابي الأول التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع دار كلمات. بنتعرف على المبادرة عبر مكالمتنا الهاتفية مع الأستاذة تامر سعيد فؤاد، مدير عام مجموعة دار كلمات. صباح الخير أستاذي. صباح الخير عليكم. في البداية حابين نتكلم عن المبادرة الجميلة اللي هي مبادرة كتابي الأول اللي أطلقتموها قبل أسبوعين، حابين نتعرف عليها أكثر. الحقيقة المبادرة جت بعد إعلان سمو الشيخ خليفة نعم حفظه الله رئيس الدولة عام 2016 عام القراءة، نعم ما بين مجموعة كلمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. المبادرة بسيطة جدا، أهدافها إن هي تبدأ مرحلة القراءة مع الأطفال منذ الولادة، من خلال إن احنا هيتم توزيع عدد من الكتب من إصدارات كلمات على كل الأمهات الجدد أو الحوامل في أول طفل ليهم، بحيث يستخدموهم معاهم منذ الولادة عشان يخلوا عادة القراءة عندهم عادة يومية وجزء من فعالياتهم اليومية إن نعم. شاء الله. طيب أستاذي، شو اللي تقدمه هذه المبادرة للأطفال حديثي الولادة حتى سن 3 أعوام؟ مثل ما نعرف أنهم صغار بالسن. مظبوط، واحنا حابين من خلال المبادرة دي إن احنا نقدم فكرة جديدة، أو بمعنى أصح نبدأ نوجه الأمهات إن الطفل في السن ده أو القراءة بمعنى أصح ما بتبدأش مع دخول المدرسة، القراءة نعم بتبدأ من قبل الولادة كمان. احنا مش الطفل مش مطالب إنه يقرأ في الفترة دي، ولكن احنا بنقرأ له، واختياراتنا للكتب طبعا احنا فريق العمل اختار كتب معينة تتناسب مع الفئة العمرية دي، سواء من سهولة نص، من وضوح رسومات، من أشياء تحفز وتكون علاقة قوية ورابط أقوى ما بين الأم والأب والطفل. أكيد. والمبادرة تقدم رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع أستاذي، شو هو الدعم الذي يقدمونه لكم؟ أكيد في دعم كبير لوجستي، وفي فريق عمل متكامل ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفريق عمل مجموعة كلمات لتنفيذ المبادرة، ولكن بالإضافة لكل ده طبعا حتى آراء وتغذية ربعية لكل خطوات المشروع من وزارة الصحة نعم ووقاية المجتمع وفريقها فيما يخص الأمور التقنية والحاجات دي، ولكن برضو الوزارة هي تعتبر الراعي للمشروع، بمعنى أن الوزارة متكفلة بتكاليف المشروع اللي هم عبارة عن 5000 حقيبة هيتوزعوا على 5000 مستهدف في المرحلة الأولى من المبادرة. نعم الأستاذ ثامر سعيد فؤاد، مدير عام مجموعة دار كلمات، شكرا لكم وشكرا على هذه الأفكار المبدعة.